طيب خلينا ناخد سياده اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي معانا برضو على التليفون. سياده اللواء ازيك؟ مساء الخير يا كابتن وائل. مساء النور يا فندم. دلوقتي اللي عندي ان حضرتك بتقول ان مفيش اي خطاب اعتذار اتبعت من النادي الاهلي، وان الخطاب اللي جه للنادي الاهلي جه عشان اجتماع بكره مش النهارده. الو الو سياده اللواء. ايوه معايا يا فندم. ايوه معاك. حضرتك سمعتني ولا عيد لحضرتك تاني؟ احنا دلوقتي جالنا جواب الدعوه، وصلنا النهارده للاجتماع الساعه 3. طبعا انا حولت المهندس محمود طه رئيس النادي. يعني وصلك الخطاب النهارده، وصلك الساعه 12 والاجتماع الساعه 3. ايوه فندم. تمام. احنا ما بعتناش، احنا ما بعتناش اعتذارات. انا مش عارف، حاجه غريبه، ما بعتناش اعتذار لا مع مندوب ولا بفاكس ولا باي حاجه، ولا ردينا خالص ولا رد عليك ولا رديت ولا اي حاجه. لا انا ما تنفعش تاخد قرار في حضور اجتماع في 3 ساعات وعندك جدول اعمال و يعني الى اخره يعني. طب حضرتك يعني تحريت ان ممكن يكون الخطاب موجود او الفاكس مبعوث من فتره، ولا اتبعت على مكتب حضرتك دايركت على طول وحضرتك وجهته ل لا هو الفاكس جاء على قطاع الكوره. قريت على الفاكس مكتوب 8 مساء يوم امبارح بالليل. فطبعا عقبال ما جاء من قطاع الكوره 8 بالليل ما كانش في حد في المكتب، فلما جاء الصبح جم وفتحوا المكتب وعملوا الفاكس وجابوه، وصلني حوالي الساعه 11 وثلث. بعت لرئيس النادي الساعة 12. الاجتماع الساعة 3. كان الوقت ضيق جدا. طبعا مش ممكن، انت عندك بنود جدول اعمال مضغوطة لازم تدرس ولازم تجهز الرد عليها، وتخطر المندوب مين هتجيب منين رئيس النادي او عضو مجلس ادارة عشان يروح اجتماع في 3 ساعات. طبعا الناس دي مش قاعدة، مش موظفين في النادي يعني. طيب تمام. طيب عايز اسال حضرتك سؤال في حته ثانيه، مباراه الجونه هتتلعب فين؟ والله احنا لسه احنا بنحاول مع في الدفاع الجوي، واتحاد الكوره بيكثف اتصالاته مع الامانه العامه عشان ناخد التصديق نلعبه في الدفاع الجوي. طيب وطبعا موضوع ان الماتش انتوا اصريتوا ان هو مش هتذاع فضائي، ده لسه انتوا متمسكين برايكم وبكلامكم؟ طبعا احنا لينا مستحقات عند القنوات الفضائيه ما حصلناش عليها، فلازم كان ناخد الاجراء دوت عشان نقدر نتحصل، يكون عندنا موقف نتحصل على المستحقات دي. تمام. سياده اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.